ينام هذا الطفل السوداني النازح في معسكر إيواء بولاية الجزيرة شمال البلاد حالما بالعودة، فيما تغسل له والدته الملابس على أمل أن يرتديها نظيفة عند العودة. فأحلام الرجوع إلى الديار لا تبارح السودانيين الذين هربوا من الاشتباكات الدامية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. خرجت بالضبط من البيت، كان الدعامة خاشين في نفس الشارع اللي قدامنا طوالي، يعني احنا في شارع 3 وهو في داخل الدعامة في شارع 4. يا هو احنا خفنا وطلعنا مشينا سوا، بعد ما تركنا من سوا وخشينا المهم جينا لغاية ما وصلنا هنا ابونا دق له التليفون قال لي قال الدعامة قاعدين في البيت جوا في نفس البيت، يعني قاعدين عندنا بدرون تحت وسكنوا، قالوا الدعامة في البدرون تحت. احنا يا هو سمحت منه وهو خليناه واحنا هناك وجينا. الأمم المتحدة قدرت عدد النازحين داخل السودان بما يقارب 3 ملايين شخص مقابل أقل من 1 مليون قصدوا دول الجوار منذ اندلاع الحرب. فقدت كثير والله من أصدقائي ومن أخواني ذاته وأولاد عماني، دول عمي برضو اتصاب الضرب، برضو كان هو في المدرعات، وثاني عنده واحد برضو اسمه محمد برضو هو كان في أمدرمان أول ما كان الضرب حصل بكده. لم يستطع الرصاص الطائش أن يخترق أحلام السودانيين الهاربين من أصوات الانفجارات المتلاحقة، أحلام حملوها معهم ذهاباً وستبقى معهم إياباً. هلا العلي، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.